خذها قاعدة: الأحداث على رجل طائر إذا فسرت وقعت. العنوان مأخوذ من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام شبيه في هذا المعنى، يقول: الرؤية على رجل طائر إذا فسرت وقعت. الرؤية في المنام يعني كأنها طائر وماسكها في رجله، متى ما أعطيت الرؤية هذه أي تفسير تقع. لذلك واحدة من المصائب التي ابتليت بها الأمة والناس والمجتمعات تفسير الأحلام، أنا أعتبرها من الكوارث بعد. وناس يعني بالقنوات فضائية يعني ممكن يطلع شخص وكذا ويفسر على العلن يعني يفسر علم على العلن، وممكن الشخص هذا المسكين السائل يقبل تفسير يعني ويروح يعني الآن يعيش حياته حسب ما فسر له هذا المفسر. يعني مفسدة. أنت كيف تسمح لنفسك يعني أن أنت تعيش تفسير شخص؟ يعني كيف تسمح له هو يعطيك تفسير لحياتك الآن أو للأحداث القادمة وكذا؟ مسألة في غاية الخطورة، من أخطر الأشياء، وتعزز لها جانب شرعي كبير. يعني أنا غير نبي يفسر حلم باطل، موضوع هذا باطل تماما. يعني إذا أنت عندك النبوة تزعم النبوة وما في نبي، فذلك ما أقبل. لو نبي قال أوكي نبي ما ينطق عن الهوى، لكن الباقي كله هوى، كلها هوى، لأن تسمح لنفسك أن تعطي شخص هو يفسر لك حلم على اعتبار أن هاي رؤية يعني من الله جايتك. يعني عندك أنت حين ما أدري منه أنت اللي جايت لك تفسيرات من السماء، أنت نازلة لك خصوصا. يعني يعني فكر متواضع كيف الناس عايشة في الأحلام كذا، يحلم حلم ويتوقع أنه هذا السماء تخاطب الآن وتقول له وتحذره حرام عليك الاعتقاد، حرام عليك هذا الاعتقاد. يعني ايش حيجلب على الامه اللي عايشه كلها في احلام وتفسير احلام وفي المطابخ وفي الجن وما كذا؟ كيف حتاتي بثمره حقيقيه؟ على نفس المنوال، وذلك على رجل، مثلا نفرض ان المفسر فسرها لك قال لك يا اخي كذا وهذا تفسير، قول له رديت عليك، لا تقبل تفسير سيء. اصلا ايش حاجه تبحث عن تفسير اصلا؟ ليش تروح تبحث عن تفسير؟ قعدت انت من النوم، وخاصه هذا التفسير المنسوب لابن سيرين. ابن سيرين رجل كريم، لا يمكن يقول هذا الكلام الفاسد اللي موجود في كتب اسمه تفسير ابن سيرين، لا يمكن، هذا كتاب فاسد من أفسد كتب موجودة. هذا قراءة كتاب السحر أهون من قراءة كتاب تفسير ابن سيرين، لأن على الأقل ذاك يعلم مهارة فاسدة، لكن هذا يعلم منهج حياة. الشخص يقوم يحلم يفتح التفسير يقرأ، الله يستر. طبعا هو كله كوارث، نصه تقريبا أشياء سلبية. فانسف الموضوع هذا، لا تبحث عن تفسيرات أحلام عند أحد. أنا هذا رأيي، لو كنت أنت تحت رحمة تفاسيرهم الآن، لأن الرؤية على رجل طائر إذا فسرت وقعت الآن ستقع. إذا أنت قبلتها فسرت وأنت قبلتها معناتها ستقع، وأنت كيف تضع هذا الموضوع بيد أحد أنه يوقع عليك قدر؟ كيف تعطيها القوة والقدرة؟ نفس الشيء بالنسبة للأحداث، الأحداث اللي تحدث في حياتك، مش كل الأحداث اللي تحصل لنا هي أحداث إيجابية، صح ولا لا؟ ولا عندنا الكنترولها، لكن أنت تختار. حصل لك حدث الآن وعطيته تفسير إيجابي، يعني مثلا موقف صار وسلبي وكذا، وقلت يمكن هذا تنفيس وكذا، وما في بعض الناس يعطون هاي التفسير، خلاص تنفس الشر ولا طلع خلاص تغير لك، ولا أوكي حين فهمت أن هذا الموضوع معناته بتسبق أحداث إيجابية. كيفك اللي أنت تعطيه من تفسير هو بالحقيقة أيضا يقع، لو أنت استمريت في التفسير وصدقته هو في حقيقة. فذلك من اليوم أي شيء سلبي يحصل لك يعني حاول تفسره الآن تفسير إيجابي. ليس مهما ما يحدث لك، هي قاعدة، إنما كيف تفسر الحدث. ليس مهما ما يحدث لك إنما كيف تفسر الحدث، لأن طريقتك لتفسير الحدث الآن ستتعامل معك الحياة الآن بذبذباتها بطريقتك. فحتى لو حصل لك أي شيء حصل لك، فسره بطريقة ساذجة، فسره بطريقة، خليك منتبه. السذج سعداء، السذج هم سعداء. الذكاء أنك تصير أنت يعني عندك سذاجة الساذج مع وجود الوعي، يعني تكون أنت واعي بس سلس، يسمونه فلو، في فلو كذا ماشي في الحياة، فأنت واعي لكن سلس. المعقد هو اللي تأتيه التعقيدات الكثيرة، أنه ينظر إلى الحياة بتعقيدات فتعطيه الحياة تعقيدات. لذلك
تفسير الأحداث مهم جدا، أنك أنت تحول تفسير الحدث إلى شيء إيجابي. طوال الوقت تمتهن هذه المهنة، تصبح عندك المهارة هذه تلقائية، مجرد ما يحدث أيا كان ما يحدث تحوله إلى شيء إيجابي، اجتهد في تحويله إلى شيء إيجابي. لأن الأحداث مش مهم ما الذي يحدث، إنما الأحداث بكيف تفسرها، فبتفسيرها ستتعامل معك الآن. ممكن تتطور الآن من شيء سلبي إلى شيء إيجابي، وهذا اللي احنا نسميها السيرندبيتي. كلمة السرنديب هو تسلسل الأحداث، تسلسل الأحداث تقود إلى شيء أنت كنت تريده أو أفضل مما كنت تريده. فالطاقة ماشية، طاقة ماشية حتى يحصل لك الذي تريد أو أفضل مما كنت تريد. خلنا نأخذ تطبيق مبسط في هذا الموضوع ونشوف وين نروح في هذا المعنى. اليوم بكرة بعد بكرة حتحصل لك أحداث، يمكن حتى حصلت لك اليوم أمس أو الأمس، حصلت أحداث سلبية يعني صح التعبير، أحداث مو وفق ما تريد، يعني مش الذي تريده. الآن أمسك ورقة قلم وكذا وعبر عنها بطريقة إيجابية. أوكي، هذه معناته إحنا في مرحلة ترانزيشن وحننتقل الآن إلى مرحلة أفضل، أو إحنا هذا الحدث حصل لأن أوكي نفس الغضب الآن وطلع ما أعرف إيش كذا، أو أنا تصرفت بطريقة بايخة بس أنا تصرفت على سجيتي والآن تعلمت الدرس وكذا. أيا كان حدث سلبي، فصلت من العمل، أوكي فصلت من العمل معناته أكيد في الآن أنا من زمان مصر على هذا العمل ومصر الآن أوكي معناه حيتوفر لي شيء أفضل، وأنا ما كنت حاخذ هذا القرار لولا أني فصلت يعني. ففسر الحدث السلبي هذا الإيجابي، ولا تضع توقعات كثيرة على فكرة. قلت فسرت بس ما صار شيء، مو هاي الفكرة. عشان يصير شيء هذا موضوع ثاني، كيف تخطط كيف تجذب كذا، لكن الآن أبدأ يعني أعتاد على قضية مهارة تفسير الأحداث دائما بطريقة إيجابية. إذا منت مستسيغ كلمة إيجابية يعطيك كلمة حتى أسوأ، وهي بسذاجة. كل الأحداث اللي تحصل أترجمها الآن إلى تفسير ساذج بسيط إيجابي كذا. مع الأيام تبدأ تكيفات الحياة كذا، القدر يتعامل معك بهذه الطريقة، يتفاعل معك بهذه الطريقة، أن القدر تفاعلي ليس ثابت. أتكلم عن هذا الموضوع وخذها قاعدة، الأحداث على رجل طائر إذا فسرت وقعت. ألقاك في اللقاء القادم بإذن الله.